ماشي يا عم الشرطه بقى، يبقى احنا لازم نشرب ونطفش. احنا مسلمين بنقتل في بعض ومسيحيين بيقتلوا في بعض. من ناحيه انت كده؟ انا من العباسيه اساسا. لا الضرب جه منين؟ مش عارفه والله، بس انا كنت في الشارع الجنين. الجيش دخل في شارع العباسيه. دخلنا دوروا على السيدات اللي مملكه حيوانات الجنين هنا. طبعا مش عايز اتصور انا يا عم. السنه فين والخروم ولعوا البلد ولعوا البلد ده؟ اهلا وسهلا. حل؟ لا جاز ان شاء الله ربنا يولعهم. لا لا دي دواء خلاص. محدش جاي يتخانق معايا ولا عامل حسابات في اي حاجه. ما اعرفش ما اعرفش. ها؟ بس.